صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في اولى فقراتنا وجولتنا الاخباريه لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 من يوليو لعام 2019. بالتاكيد على مدى 3 ساعات سوف نتناول العديد والكثير من الموضوعات المتعلقه بالقضايا الاقليميه والدوليه، لكن كعادتنا كل صباح نبدا هذه الجوله باهم العناوين التي جاءت في وسائل الاعلام العالميه. نبدأ هذه الفقرة بموقع سبوتنيك الروسي الذي يقول إيطاليا ضبط صاروخ وأسلحة في مداهمات النازيين الجدد. إلى صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، الشرطة الإيطالية عثرنا على صاروخ للجيش القطري بحوزة جماعات يمنية أو يمينية متطرفة. وكالة الأنباء الفرنسية، مكرو في صربيا لتعزيز نفوذ فرنسا. إلى صحيفة اليوم البحرينية، بريطانيا لا وقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. إندبندنت عربية تقول الاتحاد الأوروبي لا يرى انتهاكات إيران للاتفاق النووي كبيرة. العين الإخبارية الإماراتية، ترامب يرشح مارك إسبر رسميا للدفاع الأمريكي. إلى جريدة الشرق الأوسط، بريطانيا أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية، فرنسا دعت أوروبا إلى الحفاظ على وحدتها بشأن الاتفاق مع طهران. جريدة الرأي، هولندا تبحث طلبا أمريكيا بدعم عسكري في مضيق هرمز. مونتي كارلو الدولية، تسجيل أول حالة إصابة يحمي بحمى عفوا إيبولا القاتل في مدينة كبيرة في الكونغو الديمقراطية. إلى صحيفة الخليج، بومبيو يرفض العرض الإيراني بالتفاوض المشروط. وإلى صحيفة الحياة، رئيسة حكومة هونغ كونغ تدين مثير الشغب بعد مواجهات مع الشرطة في مركز تجاري. البيان الإماراتية، ترامب يفكر في إقالة وزير التجارة ويلبر روس. هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الصين تسجل أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي منذ عام 1992. موقع إكسترا نيوز، الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على تركيا لتنقيبها غير الشرعي قبالة قبرص. مشاهدينا الاعزاء، تابعنا ابرز العناوين التي تحدثت عن الشان الدولي، الان نتابع ابرز العناوين التي جاءت في الصحف العالميه والعربيه عما يتعلق بالشان العربي. الى سبوتنيك الروسي، نائب وزير الدفاع السعودي، الرياض تدعم الحل السياسي في اليمن. عقاب السعوديه، العراق تسلم موسكو 33 طفلا من ابناء داعش. مونتي كارلو الدولية، فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، المحادثات مع السعوديين مهمة لدعم اقتصاد لبنان واستقراره. موقع إكسترا نيوز، مندوب الكويت بمجلس الأمن، يجب تطوير التعاون الدولي لمحاربة خلايا داعش المائية. إلى صحيفة الحياة، الأمن العراقي يقتل 8 إرهابيين في عملية دعم. إلى موقع إرما، الجيش الليبي عملية تحرير طرابلس في طريقها إلى الحسم. الإمارات اليوم، جرجاش العقبات المفروضة من قطر على حجاجها أهم سقطاتها. إلى موقع الوطن، جريفيث ناقشت مع خالد بن سلمان الحل السياسي في اليمن. صحيفة الرياض، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المدنيين في خميس مشيط، المدينة السعودية طبعا.
إلى صحيفة القبس الأردن، لا تعديلات على قوانين الإصلاح السياسي. صحيفة المدينة، الجيش الوطني اليمني يتقدم في جبهتي حجة وصعبة. صحيفة الخليج، البحرين، قطر الدولة الأشد خطرا على مجلس التعاون الخليجي. إلى صحيفة الأنباء، الخالد ومجرين افتتح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالكويت، يتوج مسيرة التعاون الثنائي الناجحة ويعمق الشراكة بين الجانبين. إلى جريدة الشرق الأوسط السعودية، التحالف إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، تضرر مبنى سكني ومركبات إثر سقوط شظاياهما بحي سكني.